التجربة بتاعت حضرتك دي أكيد حضرتك لمست فيها مودة من الناس ومحبة ورحمة كده، لأن كل الناس كانت خايفة على حضرتك. الله يبارك فيك. فسؤالي هيبقى عن المودة والرحمة بين الناس، إيه جزاءها عند الله سبحانه وتعالى؟ أولا الرحمة والمودة لابد أن نأخذها تدرجا بين الناس، لأن الرحمة مطلوبة لجميع الكائنات، لكن بين الناس تكون أكثر إيجابية. فالأولى والمأمور به في القرآن الكريم الوالدين، وبالوالدين إحسانا. وبعدين حتى ربنا سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ربنا بيقول لنا كل واحد فينا يدعي للوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني خليك ذليل قدام الأب والأم من الرحمة. نيجي نرتقي إلى بعد الأب والأم الأرحام، لكن قبل الأرحام أما ربنا قال لنا إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيوه. يبقى الزوج والزوج عشان يخلي بالهم ويحافظوا على بعض. أيوه. وكل واحد يتنازل من ناحيته شوية، وكل واحد يلتمس شوية الأعذار عشان يبقى فيه مودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها. طب المودة والرحمة يا مولانا أهم من الحب؟ يعني الجيل الجديد يقول لك لا الحب، طب فين؟ ما هو لو فيه رحمة ومودة هيبقى في حب. أيوه. إذا انتفت الرحمة والمودة مش هيبقى في حب، هيبقى كذب. صح. سيكون كذبا. علشان كده لازم المودة والرحمة. طب الأرحام ربنا شقق لها اسم من اسمه، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعت رحمة. خدت لحضرتك الأبناء والأهل والأقربون وبذي القربى واليتامى والمساكين اللي هي الإيه؟ الإحسان. يعني الإنسان يحسن وبذي القربى واليتامى والمساكين، الجيران والجار ذي القربى والجار الجنب، يبقى دول كلك محتاجين مننا، دول كلهم محتاجين رحمة. طب الأولاد، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أفضلها وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، على أهله مين؟ اللي هي زوجته وأولاده. يعني ما خلوهمش محتاجين، ما يبصوش لحد. لابد أن يكون هناك رحمة من الوالد أو من الوالدة بالأبناء، حتى في التعامل والتلاطف وعدم الشدة والحوار حتى مع الصغار. العيال الصغيرين دلوقتي لو انت كشرت في ولد رضيع ما يبصلكش تاني، مش ممكن. صح. مش ممكن. ده هو في بطن امه بيحزن لو ما حسستش على بطنها كده وحسسته بالحنان، دي رحمه. يبقى احنا بنفتقده في المجتمع بتاعنا. نيجي نشوف ان ربنا سبحانه وتعالى حين ينزل علينا الرحمات انزل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طيب مثل المؤمنين، شوف سيدنا النبي بيقول لنا ايه بقى؟ احنا بقى مع بعضنا الناس كلها، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى كاننا احنا ايه؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ بعضا. يعني اذا لابد ان احنا كلنا نكون جسد واحد. انا خاف عليك وانت تخاف علي والتاني يخاف على التالت، كل واحد فينا يخاف على اخوه المسلم وغير المسلم، على اي انسان يبقى عنده حنية. ليه؟ لان المرأة دخلت النار في هرة، والرجل غفر الله له ذنبه بسقي القلب. رحمة رحمة. يبقى اذا حتى الحيوانات، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ارحم الحيوان انه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم ويبكي بغير دموع. طب احنا فين؟ امال احنا ما بنرحمش بعض ليه؟ احنا عايزين الرحمة بقى والمودة دي تكون بيننا وبين بعض. يعني تخيل حضرتك اما انت تكوني رحيمة بيا كده وبحس ان انت بتسألي عليا او بتهتمي بيا، هيكون شعوري من ناحيتك ايه؟ محبة طبعا. ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل قلب واحد مننا جهازين، جهاز ارسال وجهاز استقبال. لو الانسان ارسل رحمة وحب ومودة هيلاقي الاستقبال استقبل رحمة. يقوم ينعكس بقى. احنا عاملين زي المراية، قلوبنا زي المراية. اما تبعث لها حب ومودة ورحمة تعكس لك على طول حب ومودة ورحمة. ده كله ده اللي الاسلام حسين عليه، ده اللي احنا مفتقدينه في مجتمعنا. ده اللي احنا مفتقدينه في اسرنا، اللي مفتقدينه بين الاب والام والاولاد والزوج والزوجة والابناء مع والدهم والوالد مع ابنائه. فيه فجوات كبيرة جدا لان مفيش رحمة ولا مودة. فده عايزينه يكون في الأسرة ويكون في المجتمع ك
ككل علشان كلنا نكون بينا مودة ورحمة.